ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أكدت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن بباني ملال اعتقلت ليلة أول أمس شابا وسيدة متزوجة تعمل أستاذة متلبسين بالخيانة الزوجية داخل أحد المنازل بباني ملال. ووفق مصادر إعلامية فالشرطة دخلت إلى المنزل المذكور بناء على شكاية من الزوج وضبطت الشاب متلبسا مع عشيقته، حيث جرى اعتقالهما واقتيادهما إلى مخفر الشرطة لاستكمال البحث معهما. ويؤكد المصدر أن الزوج المعتقل راودته شكوك بخيانة زوجته له، فترصد خطواتها ولاحقها إلى حين دخولها للمنزل، وأبلغ رجال الشرطة الذين حلوا بالمكان واقتادوا الجميع إلى مخفر المداومة واستمعوا إليهم في محاضر رسمية. وبعد انصرام مدة الحراسة النظرية تم تقديم الزوج وعشيقها على أنظار النيابة العامة ومتابعتها بالسراح، بعدما تنازل الزوج لزوجته في إطار صفقة بينهما لإجراء الطلاق. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.